السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبيبي متابعين قناة أستوتوبيا، معكم إسراء وجدي. إن شاء الله هنعمل النهاردة فكرة حلوة لإعادة تدوير البرطمانات. هي فكرة جميلة جدا وهتعجبك إن شاء الله. هنجيبي أي برطمانات عندك فاضية وتغسليها كويس جدا من أي مواد أو أي زيوت أو أي حاجة عليها، المهم ما يكونش عليها أي حاجة، وتسيبيها لما تنشف كويس. هجيبي مفرش أو هجيبي ورق أو حاجة أنت مش محتاجاها هترميها بعد كده وهتفرشيها، عشان إحنا هنبدأ نشتغل عليها عشان ما يقعش أي مثلا دهان أو أي حاجة عندك تبوظلك الدنيا خالص. فأنت هجيبي أي حاجة أنت مش مستخدمها مش عايزاها بعد كده وهنستخدمها نشتغل عليها. هبدأ ان انا اجيب المواد بتاعتي، هي عبارة عن لكيه ابيض، ده هتلاقيه عند بتاع الدهانات. هتجيبي كمان اي الوان مائية هتلاقيها بردك عند بتاع الدهانات، اي الوان انت حباها. هتجيبي باليتا او هتجيبي اي علبة فاضية هتشتغلي تحطي الحاجة بتاعتك فيها، وسفنجة او فرشة. هنبدأ ان احنا ندهن اول طبقة بتاعتنا. انت ممكن تشتغلي عن طريق ان انت بتاخدي السفنجة وتشدي على طول او تمسحي على طول، هتبقى الطبقة بتاعتك ناعمة. انا حبيت ان انا اشتغل عن طريق الطبطبة، هنا بتدي برضك شكل كويس في الاخر. انا اشتغلت بالسفنجة، حابة تشتغلي بالفرشة اشتغلي بيها او المتاح ليكي بالنسبة لك. انا هدهن اول طبقة باللكيه الابيض وهسيبها لحد ما تنشف خالص وتجف خالص. هبدأ ان انا ادهن الطبقة التانية. انت ممكن تدهني اللون اللي انت عايزاه من اول طبقة خالص، وبعد كده وصلت للون اللي انت عايزاه خلاص مش لازم تعملي طبقة تانية. ما وصلتيش ممكن بعد كده تعملي كمان طبقة باللون اللي انت حباه. انا هبدأ حطيت اللون الاحمر بتاعي على اللكيه الابيض وبدأت ان انا وصلت للدرجة البنك اللي انا عايزاها. هبدأ ادي الدور التاني او الدرجة التانية بعد كده بردك هكملها كلها وهسيبها ان هي تنشف خالص، بتاخد من يوم ليوم ليوم من يوم ليوم ونص او يومين لحد ما تنشف كده. خلاص انا خلصت، هسيبها ان هي تجف خالص وتنشف كويس جدا ما تبقاش معاكي بتلزق، عشان نعرف نشتغل بعد كده الشغل بتاعنا. لو انت هتشتغلي على خشب بدل البرطمانات ترابيزة مثلا او حاجة، هتبدأ ان انت لازم تصنفريها كويس جدا من اي دهان او اي حاجة على الترابيزة بتاعتك او على الخشب بتاعك. انا بدأت خلاص اعمل الغطيان، بس انا الدرجة دي قلت بعد كده اعمل الغطيان بالدرجة الاحمر فغمقتها بعد كده. انا عندي هنا البرطمانات بتاعتي نشفت خالص. هبدأ بقى ان انا اشتغل. هتجيبي اي ورق تطبعيه ليزر، اي رسومات انت عايزاها او اي اشكال انت حابة تلزقيها، طباعة عادية الوان او طباعة ليزر المتاح بالنسبة لك عادي. هبدأ ان انا اقص الاشكال بتاعتي، وهجيب طبق فاضي وهحط فيه مية، وهبدأ ان انا احط الاشكال اللي انا قصتها دي في الطبق بتاع المية، بحيث ان انا اسيب الورقة لما تبقى رقيقة خالص المية تاخد منها طبقات. كل ما كانت الورقة رقيقة جدا كل ما كانت كأنها مرسومة على المسطح او الحاجة اللي انت هتلزقيها عليها، بس اهم حاجة تخلوا بالكم ان الورقة ما تبوش خالص منكم. هتجيبي بعد كده فوطة او منديل كويس وتحط عليه الورق بعد ما بقى رقيق خالص، وتنشفيه وتجففيه كويس جدا. بعد كده هنبدأ نجيب اي علبة فاضية عندك، هنحط فيها الورنيش المائي او الغيرة البيضاء. انا استعملت الورنيش المائي عشان يعمل طبقة عزلة من المية، وهبدأ ان انا الزق الورق بتاعي بعد ما عملته بالمية وجففته كويس. هبدأ ان انا الزقه على البرطمان بتاعي او على المسطح بتاعي سواء بقى ترابيزة خشب او اي حاجة. هبدأ ان انا الزقها كويس جدا وهمسح عليها بقماشة او باي حاجة كويس ان انا افرغ طبقات الهواء، ما سيبش اي طبقات هواء تحت الرسمة بتاعتي. وهبدأ ان انا اعمل بعديها كمان فوقيها طبقة كمان بالورنيش المائي علشان اعمل طبقة عزلة من المية على الورق بتاعي. بعد كده هعمل طبعا كل الاشكال بتاعتي او كل البرطمانات بتاعتي بنفس الطريقة.
وهخلصها واسيبها تنشف خالص، هتبقى بعد كده طبقة شفافة. هجيب انا بعد كده سلاكة الودان واجيب اللاكيه الابيض بتاعي، وهبدأ ان انا انقط بالشكل زي ما انتوا شايفين واخلصهم باي الوان انت حابينها او اي الوان انتوا جايبينها. انا استعملت اللون اللاكيه الابيض عادي من غير اي اضافات، واسيبه ينشف خالص. لو انت مش عندك سلاكة الودان ممكن بالعصاية بتاعت سلاكة الاسنان او عصاية الشيش طابوق وتلف عليها قطنة، هتعمل معاكي بنفس الطريقة. بعد كده هجيب الورنيش المائي بتاعي وهادهن كل البرطمان بعد ما نشف، هدهنه كله مرة بخطوط طولية زي ما انتوا شايفين، وبعدين اسيبه ينشف، وبعد كده هعمله بخطوط العرض، مرة بالعرض ومرة بخطوط الطول، بس في كل مرة بسيبه ينشف كويس. الخطوة دي بتعمل حماية او طبقة عزلة بعد كده من المية، ممكن تغسلي البرطمان بعد كده او تمسحيه، انت ممكن تكتفي بكده خلاص ويبقى البرطمان بتاعك جاهز. انا حبيت ان انا اعمل اضافات من عندي عشان يبقى شكله حلو. جبت برضك سلكة الودان وجبت غيرة بيضة وبدأت ان انا اعمل فصوص استرس عليها، هتخلي شكلها حلو جدا كأنه طقم توابل شارياه بالظبط. بدأت ان انا ألزق الفصوص الاسترس بتاعتي. بعد كده برضك هجيب شريط ستان وهعمل بيه فيونكة سهلة جدا من غير خياطة من غير اي حاجة. انا كنت عندلكوا الفيونكة دي في فيديو لوحدها، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، ممكن توصلوا لي تعرفوا ان انتوا تعملوها بسهولة جدا، مش بتاخد وقت خالص. عملتها وبعد كده هلزق بردك عليها فص استرس صغير في النص بحيث ان هو يديلها شكل او منظر، وهبدأ ان انا الزقه على البرطمان بتاعي. وانا طبعا كنت عملت الغطيان بنفس الخطوات اللي انا عملت بيها البرطمان، بس انا عملت الغطيان لونها احمر ونقطتها بردك بابيض فادت معايا شكل احلى. هبدأ ان انا الزق الفيونكات بتاعتي على البرطمانات، وهيكون ده الشكل بتاعي النهائي لطقم البهارات بتاعي من اعادة تدوير البرطمانات الفاضية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم.